هددت البحرية الليبية باستهداف السفن تهريب الوقود وعدم التساهل مستقبلا مع من يعبثون بأمن الليبيين. وكان المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم قد أكد أن دورية لحرس السواحل استهدفت بالرماية المباشرة سفينة تقوم بتهريب الوقود الليبي بالقرب من مدينة زوارة الساحلية غرب ليبيا. وأضاف القاسم أن السفينة رفضت الانصياع لأوامر وتعليمات دورية حرس السواحل، ما أدى إلى إصابة خزانات الوقود واشتعال النار بها.